بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قبض الموهوب. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أبا بكر الصديق نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، يعني ما يجد ما يحصد ويقطع نحلها وهبها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، الغابة بجوار المدينة. فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بني، ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقرا منك بعدي. يعني أنت أشد الناس أحب أن تكون غنية، وأشد شيء علي أن تكوني فقيرة بعدي، لمنزلتها عنده رضي الله عنها، ولأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، ولأنها أفضل بناته، ولما فضلها النبي عليه الصلاة والسلام على سائر النساء. قال: وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: والله يا أبتي، لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن ابنتي خارجة وراها جارية. يعني أخواها عبد الرحمن و محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، وأختاك أسماء، والأخت الأخرى الذي في بطن ابنة خارجة زوجته الأخيرة وكانت حاملا، فقال: أراها جارية، أظنها سوف تكون بنتا، ولذا قال: وأختك، وقد كانت بنتا فعلا. قال: وفيه دليل على جواز تفضيل بعض الأولاد في النحلة على بعض، وهذا يجاب عنه أنه واقعة عين. طبعا لن نقول أولا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام كل أحد، فقد قال: عدلوا بين أولادكم، وقال: لا تشهدني على جور فإني لا أشهد على جور. فهذه واقعة عين تحتمل أن يكون أبا بكر رضي الله عنه استرضى إخوة عائشة رضي الله عنها فيما وهبها، فيكون في ذلك باتفاق أهل العلم جواز التفضيل. ويمكن أن يكون وهبها رضي الله تعالى عنه لأجل خوف الفقر عليها، فهو يخاف فقرها أشد من غيرها، فأسماء كان لها أولادها ولها زوجها الزبير رضي الله عنه قبل أولادها، وكذلك بالنسبة إلى الذكور قادرون على الكسب أكثر من الإناث، وربما يعني خشي الفقر عليها فلذلك خصها بهذا الأمر. فهذا في مسألة التفضيل ليس فيه دليل على ذلك، ومخالفة الأحاديث الصحيحة بالاحتمال لا يجوز. هذه وقعت عين، إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، فهذا أحد الاحتمالات، أحد الاحتمالات أنه يرى جواز التفضيل مطلقا، فلهذا فضل عائشة. نقول: لكن هناك احتمالات أخرى، أنه فضلها لسبب خاص، أنه فضلها برضا إخوانها وأخواتها، فدل ذلك على أنه الأصل تقديم النصوص الثابتة،
وجود الاحتمال في جواز التفضيل دون سبب، نقول أن هذا الاحتمال أحد الاحتمالات لا ترد به الأحاديث الصحيحة. يقول: وأن الهبة لا يحصل بها الملك ما لم يتصل بها القبض من الموهوب له. هذا الأمر ذكرنا فيه أن الهبة عقد كسائر العقود، إذا حصل فيه الإجابة والقبول فقد تم ذلك العقد. فيحتمل أن عائشة رضي الله عنها عندما وهبها الصديق رضي الله عنها هذه الأوساق لم تكن صرحت بالقبول، فلم يكن قد تم ذلك العقد. والهبة التي تكون بالمعاطاة لا بد فيها من القبض، كالبيع الذي يكون بالمعاطاة لا يكون إلا بالقبض، بخلاف البيع الذي يكون بالصيغة، بيعتك قبلت، هذا لا يفتقر إلى المعاطاة. المعاطاة بمعنى أن أعطيك. أنت إذا وقفت مثلا في طابور الخبز ووقفت وجاء دورك، فلا يتم لك بيع إلا أن تسلم الرجل النقود، فإذا استلاه ما منك ونظر 50 قرش يعطيك 10 أرغفة، وربما لم تتكلم ولم يتكلم هو، لكن معلوم أنك تريد خبزا وأنك تريد ب50 قرش. فهذا البيع الذي يتم بالمعاطاة شرطه القبض فعلا. فكذلك الهبة التي تكون فيها بالمعاطاة، حيث لم تصرح عائشة رضي الله عنها بأنها قد قبلت هذه الهبة وتمت بذلك، ولذلك قال: فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك. فلا يدل أيضا على ما ذكر مطلقا من أن الهبة ذكرها دون قيود، أن الهبة لا يحصل بها الملك ما لم يتصل القبض من الموهوب له، يعني بمعنى أن جميع أنواع الهبات لا يتم فيها تمليك إلا بالقبض. وقد ذكرنا أنه لو صرح بالقبول فقال وهبتك فقال قبلت أصبحت ملكا له، ويلزمه أن يسلمه بعد ذلك. لكن إذا لم يصرح بالقبول فالظاهر الله أعلى وأعلم أنه لا بد هنا من القبض. النزاع إذن ليس في هذه المسألة. احنا قلنا نعم، ما هو ده قول الإمام الشافعي. احنا قلنا بنجاوب عن الاحتجاج اللي ذكره دفاعا عن المذهب الآخر، المذهب اللي بيقول ان الهبة يمكن ان تكون بالايه؟ بالصيغة، بالقبول، ويتم الملك بالقبول. لما يقول له لك عندي 20 جنيها قال قبلت فأصبح مدينا ب20 جنيها، بكده خلاص انتقل الملك. القول اللي بيقول لا ده كده هبة ما ينفعش إلا بالإيه؟ إلا بالقبض. فاحنا بقول لا، ده صحيح أنه ليس مطلقا، أنه ليس في كل أنواع الهبات يشترط القبض، إنما يشترط القبض والاحتياز إذا كانت الهبة بالمعاطاة. أما أن تجعل هذا في جميع أنواع الهبات حتى لو قال له قبلت، فأين في الحديث ذلك؟ أين في الحديث أنه أن عائشة قالت قبلت وأن أبا بكر رضي الله عنه اشترط القبض في ذلك؟ فلما لم يتم، لما تتم الهبة لا بالصيغة ولا بالمعاطاة، فما زالت الهبة غير تامة ولا وغير قائمة. قال: وأن من وهب لوارثه شيئا وكانت الهبة في الصحة والقبض في مرض موت الواهب كان كابتداء العطية في المرض وتكون مردودة. في الحقيقة لأنها لم تتم، ووهبه وعده بأن يسلمه، لم يتم التسليم حتى مرض الموت، فيكون حكمها حكم الوصية ولا وصية لوارث، لأن العطية في مرض الموت حكمها حكم الوصية. العطية والهبة في مرض الموت حكمها حكم الوصية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا وصية لوارث، فلذلك لا تكون هذه الهبة ناجزة وصحيحة في تلك الحال. قال: وتكون مردودة في تلك الحال، يعني اللي هو إذا كان القبض إنما يتم في مرض الموت للواهب. قال: والهدية مندوب إليها ويحصل الملك فيها بعد وصولها إلى المهدى إليه، فإن مات المهدي قبل وصولها إلى المهدى له
كانت لوارث المهدي كما ذكرنا، والغالب على الهدية في الغالب أنها تتم بالإيه؟ بالمعطاة. لكن الكلام على أنه لو وهب أو وعد، نحن في الحقيقة نقول بلزوم الوعد شرعا طالما أنه وعده. إذا قال لك عندي كذا، فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فإذا كان الأمر كذلك فالهبة الصريحة التي معها قبول أولى بالإجاب. نحن نقول بوجوبه شرعا، وجوب الوفاء بالوعد. وهناك من يخصص ذلك في القضاء به، هناك جمهور العلماء يقولون أنه مستحب فقط، وهناك من يجعل القضاء به في حالة ما إذا أوقعه في ورطة، ومنهم من قضى به مطلقا، وإليه مال البخاري كما ذكر، وقضى ابن شبرمة بالوعد. المالكية يقولون إذا أوقعه في ورطة، دي لها أصل، هي أصل مهم جدا في الوعد إذا متى يكون ملزما. والصحيح كما ذكرنا يقضى به على الأقل، إن لم نقضي به مطلقا على الأقل يقضى به إذا وقعه في ورطة. إذا قال له كما ذكرنا: تزوج ومهرك عندي، فذهب فتزوج واتفق على المهر، فقال بعد ذلك: لا، رجعت في كلام. ماذا يصنع هذا الرجل؟ كيف يفي بهذا؟ ده أصل بيبنى عليه معظم عقود المرابحات الحالية، وهو أنه إذا وعده أن يشتري فقال: أنا سوف أشتري منك، سوف أشتري، ما تفعلوش حاجة لأنه ليس عنده، سوف أشتري منك مثلا هذه الحجرة، حجرة النوم مثلا أو هذا الأثاث، فاشترى الرجل ذلك ونقله على أساس أنه سوف يباع على ما وعده. فإذا رجع في كلامه ما أين يصنع يضع هذه؟ ربما يتضرر ضررا عظيما، وربما يحتاج إلى مكان يدخره فيها ويحفظه فيها، يحتاج إلى أن يبيعها برخص، يبيعها بغير الثمن المتفق عليه، فيحصل له ضرر. فالصحيح أن هذا الوعد ملزم. الغرض المقصود أن الهبة في أن الهدية في الغالب تتم بالمعاطاة. يعني أنت قبل، أنت بتدي الهدية لواحد في الغالب بتجيبها له وتديها له في إيده، مش بتقول له قبلها مثلا بمدة أعطيتك كذا ويقول لك قبلت. احنا نتصور هذه الصورة لأن في أنواع من الهبات تكون كذلك. قال: فإن مات المهدي قبل وصولها إلى المهدى له كانت لوارث المهدي. قال عبيدة: إن مات وقد فصلت الهدية في حياة المهدى له فهي لورثته. يعني إن فصلت الهدية طلعت من الراجل المهدي وهي في الطريق مثلا، ومات المهدى له أيضا، الاثنين ماتوا، فقال فهي لورثة المهدى له. قال: وإن لم تكن فصلت فلورثة المهدي، خرجتش لسه فلورثة المهدي. قال الحسن: هي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول اللي بيوصل. قال: والصدقة يملكها المتصدق عليه بالقبض وإن لم يقل بلسانه قبلت. ونحن نقول بذلك، لكن هو الشافعية أصلا يقولون في العقود عموما لابد فيها من الصيغ، وعندهم بيع المعطاة باطل، فاختصوا ذلك بالصدقة والهبة، ولا يشترطون، اختصوا منها الصدقة والهبة والهدية، وقالوا لا يلزم أن يقول بلساني قبلت. قال: ومن وهب دينا له على آخر أو أبرأه سقط وإن لم يكن قبلت، لأنه في يده أصلا أو في ذمته، أنا فلان مديون بشيء فقلت أسقطت هذا الدين عنك، هو في الحقيقة فين؟ في يده أو في ذمته، وبالتالي فالقبض حاصل، فمن غير ما يقول له حاجة فقد قبضها، فبهذا سقط الدين مباشرة، ولذا لا يسعه ولا يجوز له أن يرجع فيما وهب له وفيما أسقط، لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء. فإذا قال له أسقطت عنك كذا، يجي يقول: لا، أنا كنت يعني فاكره هيطلع كويس، فما طلعش كويس هرجع في كلامي. ليس له ذلك، بمجرد ما أسقط، ما اكتملت كلمته أسقطت كذا عنك، سقطت ولم يعد هناك أي مطالبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: ومن أهدي إليه شيء يستحب له
أن يكافئه. فقد روي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى لكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بلفظ: من استعاذ منكم بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. وإسناده صحيح. صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قال: باب مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. ما الذي يجوز لولي اليتيم أن يتناوله وأن يستعمله من مال اليتيم؟ قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يبقى يجب أن يكون الأصل في التعامل في مال اليتيم هو الإصلاح. وقال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي مبادرة. يقول: لا تبادروا بلوغ اليتامى بإنفاق أموالهم، يعني يريد أن يسبق البلوغ، يريد أن ينفق قبل أن يبلغ فيأخذ ماله، لأن اليتيم إذا بلغ وكان راشدا أخذ ماله، فيبادر البلوغ، يعني يسابقه، يريد أن يسبق البلوغ، يعني يريد أن ينفق مال اليتيم قبل أن يبلغ فيحوز ماله. هذا منهي عن الذي يأكل مال اليتيم بالتبذير والإسراف ومبادرة أن يكبر اليتيم، أن يكبر اليتيم، فهذا لا يجوز لأن الله نهى عنه. قال: وقال عز وجل: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة: أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا يأكل منه بالمعروف. أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وهذا سيأتي أنه يقدر بمقدار أجرة المثل لعمله في ذلك المقدار الرعاية لهذا المال وهذا اليتيم. ويروى عنها أنها قالت: يأكل الوصي بقدر عمالته، بقدر العمالة، بقدر العمل الذي يعمله. وقيل: يأكل بالمعروف قدر ما يسد به خلته، قدر ما يسد به حاجته، وهو أيضا في مقابل العمل. يعني إذا كان مجرد أمين وحافظ ليس له إلا أجرة الإيه؟ الحافظ. يعني على سبيل المثال، أنت بتدفع في البنك كام إذا كان عندك خزينة في البنك مثلا في السنة 20 جنيه؟ يبقى الراجل داخل في السنة إيه؟ 20 جنيه. لا، بيشتغل وبيعمل في المال وبيتجر في المال، يبقى ياخذ أجرة عامل في المال أو نسبة مضارب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير، ليس لي شيء ولي يتيم. قال: فكل. قال: فقال: كل من مالي يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وإسناده حسن وقواه الحافظ في الفتح. قوله غير متأثل غير أي غير متخذ منه أصل مال، وأثلة الشيء أصله، بمعنى لا تتخذ أصلا عندك، تأخذ تحوش، تأخذ قدرك كفايتك قدر العمل كما ذكرنا. قال الإمام: الأب الفقير يستحق النفقة في مال ولده صغيرا كان أو كبيرا. وليس هذا الحديث فيه، لأن اليتيم اسم للصغير الذي لا أب له، إنما الحديث في ولي اليتيم الذي يقوم بصلاح أمره وماله، فله أن يأخذ من ماله قدر أجر مثل عمله. وقيل في قول الله عز وجل: إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هو أن يأخذ من ماله ما يستر عورته ويسد جوعته. واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنه يأكل من ماله ولا يقضي، والراجح أن هذا إذا كان يعمل. يقول: يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن والنخعي، وبه قال أحمد بن حنبل. عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن لي يتيمة وإن له إبلا، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ
جرباها وتلط حوضها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. يعني بيقول له له ابل، قال له انت بتجري ورا الواحده اللي بتضيع بتجيبها، تهنأ جرباها يعني تطليها بالقطران، بالقطران الهناء القطران، يبقى اذا مرضت تطليها كعلاج بالقطران لتعالج. تلط حوضها، والصواب تلوط حوضها اي تطينه وتصلحه، واللط المنع، يقال لط الغريم والط اذا منع الحق. وجه ابن أثير رواية الموطأ اللط الإلصاق، يريد تلصقه بالطين حتى تسد خلله ليجتمع فيه الماء، الحوض اللي بيشرب فيها يعمل له جدار بالطين عشان هي تشرب. فهذا يقول وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل، مش تشرب تخلص اللبن تخلي الفصيل بتاعها ما يلاقيش، ولا ناهك في الحلب يعني تستخلص وتأخذ كل ما تنهك، يعني تستوعب كل اللبن الذي عندها بحيث لا يبقى لليتيم شيء، حتى لو كانش لها ايه فصيل، كانش لها نسل. رواه مالك في الموطأ واسناده صحيح. قال الحسن في اليتيم اذا كانت له ماشية ان الوصي ان يصيب من ثلتها ورسلها، الثل الصوف والرسل اللبن. وكما ذكرنا هذا الظاهر فيه انه نظير عمله، وأن هذا أجرة بالمعروف، وأنه لا يلزم أن تكون أجرة محددة، بل يمكن أن يكون بالطعام بالصوف بشيء من اللبن بما ينتفع به من هذا المال. ما هو ده أجر مثل، وهنا لا يحتاج إلى قضاء. يقول وذهب قوم إلى أنه يأكل ويؤديه إليه إذا كبر، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وعبيدة السلماني، وإليه ذهب الأوزاعي ورجحه الطبري في جميع البيان. قال الإمام الصحيح أنه لا يقضي إلا إذا كان يأخذ دون عمل، إذا كان يأخذ أكثر من أجرة مثله فهنا يقضي. قال الإمام وعلى ولي اليتيم مراعاة النظر والمصلحة في ماله، و كان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع نصحاؤه وأولياؤه فينظرون الذي هو خير له. يعني يبقى في اجتماع من أجل مناقشة كيفية التصرف في مال اليتيم من الناصحين له. قوله لا يتأثل غير متأثل، بمعنى لا يأخذ من أصل المال، هذا يمكن أن يكون المال دراهم ودنانير لا تؤخذ إلا بأخذ شيء منها كما ذكرنا قدر أجرة المثل. والحقيقة أن ولاية مال اليتيم باب مهم في كل أبواب من يعني باب أصل مهم لكل من كانت هذه حاله. فأموال المسلمين العامة حكمها حكم أموال اليتامى، في وجوب مراعاة المصلحة والنظر فيما ينبغي أن يفعل، وأحب الأشياء أن يكون عن اجتماع وتناصح، وليس أن واحدا فقط يستقل في هذا خصوصا مع التهمة. كان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. يعني عنده يتامى وهناك صغير وكبير، قال ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته، على قدر نصيبه. ولا بأس باستخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له، يعني تأديبه يقول له اعمل حاجة الفلانية، يستخدمه في عمل له على سبيل التأديب كما يستخدم ولده. قال أنس أخذ بيدي أبو طلحة، أنس كان يتيما في حجر أبي طلحة، ولا يعني أبوه كان قد توفي وأبو طلحة زوج أمه. قال أخذ بيدي أبو طلحة وانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر. أخرجه البخاري.
يعني أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم، وأنفع شيء لأنس أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. وقال النقعي: حكم اليتيم حكم اليتيم كما تحكم ولدك. قيل معناه امنعه من الفساد، مش لأنه يتيم يسيبه ويتركه على إيه؟ على رغبته مثلا، بل يضربه إذا احتاج إلى ضرب، يؤدبه إذا احتاج إلى تأديب، وهكذا. والله أعلم وأعلم. باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: يا لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق على صحته. قال إسماعيل جعفر في روايته: عرفها سنة، ثم عرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. رواية مسلم. قال سفيان عن ربيعة: عرفها سنة، من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. هي في صحيح البخاري. قال الإمام: اللقطة اسم للمال الذي يوجد ضائعا فيلتقط. يحكى عن الخليل أنه قال: اللقطة بتحريك القاف الذي يلقط الشيء، واللقطة ما يلتقط. قال الأزهري: هذا الذي قاله قياس، لأن فعله في أكثر كلامهم جاء فاعلا، فعله جاء فاعلا، وفعله جاء مفعولا، غير أن كلام العرب في اللقطة على غير قياس. أجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللقطة هي الشيء الملتقط نفسه، هي الشيء الملتقط. وكذلك قال الفراء وابن العربي والأصمعي. إذا مش اللقطة الرجل الملتقط من ذا قياس اللغة، لكن ليس هنا على القياس. قال: والالتقاط وجود الشيء على غير طلب منه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: يلتقطه بعض السيارة. وقال عز وجل: فالتقطه آل فرعون. العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، اللي هي المحفظة، الكيس الذي يكون فيه المال. يبقى اعرف عفاصها، يبقى اعرف الوعاء الذي تكون فيه. قال: ولهذا يسمى الجلد الذي تلبسه رأس القارورة العفاص، الجلد اللي بيسد بيها الإزازة، غطى الإزازة. هما كانوا زمان الإزازة ما عندهمش ألوز فيها، فكان يجيب حتة جلدة وإيه؟ يتفسها. يقول: لأنه كالوعاء لها، وليس بالصمام الذي يدخل، ده لا، ده اللي هو بيلفه عليها من فوق. يقول: وليس بالصمام الذي يدخل في فم القارورة اللي هو بيسدها، يقول: فيكون سدادا لها. يقول: العفاص اللي هو بيتغطى بيه من 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 فوقها، والصمام اللي بيسد اللي بيتفسه. يقول: والوكاء الخيط الذي يشد به العفاص، لان عندهم كيسة ولها دكة، فبيشد الدكة دي ويقفل بيها الايه؟ الكيس. بزماننا بقى زي السوسته، بس كان زمان انه خيط، فيقوم يقول له: طب لون الخيط ايه؟ الكيسه كان شكلها ايه؟ والخيط اللي بيربط به اللي هو الوكاء الذي يوكى به يربط به لونه ايه؟ يقول: وقوله في ضلة الابل معها سقاؤها وحذاؤها، اراد بالسقاء انها اذا وردت الماء شربت منه ما يكون فيه ريها لظمائها، وهي من اطول البهائم ظمأ، يعني تقعد لكثرة ما تحمل من الماء، تشرب كتير جدا الإبل لأنها تقعد في الصحارى مدة طويلة جدا تتحمل الظمأ. وأراد بالحذاء أخفافها، حذاء رجليها، وأنها تقوى بها على السير وقطع البلاد الشاسعة وورود المياه النائية، ولذلك لا تحتاج إلى التقاط، اتركها صاحبها سوف يجدها، لكن هي تقوب بنفسها، تأتي الماء وتأكل الشجر، ترد الماء وتأكل الشجر. يبقى أنت تلتقطها ليه؟ هي تدفع السباع عن نفسها لحجمها الكبير، وتستطيع أن تنال من الأشجار
فلا تحتاج إلى التقاط. أما البهائم الضعيفة كالشاة يأكلها الذئب ولا تستطيع الدفع ولا بد أن ترعى، فهذه تحتاج إلى التقاط منك أو من أخيك المسلم أو يأكلها الذئب، وهذا لا يجوز أن نتركه. قال الإمام: فقه هذا الحديث أن من وجد لقطة يعرف عفاصها ووكاءها وعددها، يبقى يعرف الكيسة والربطة بتاعتها والعدد الذي بالداخل، ثم يعرفها سنة في المجامع وأبواب المساجد، ويكون أكثر تعريفه حيث وجدها، يبقى في المكان الذي وجدها في مجامع الناس. طب وجدها في الصحراء، يبقى أقرب بلد يمكن أن توجد فيه هذه الايه، زي ما نقول الوقت لو حاجة على طريق سريع مثلا، يبقى من في طرفي الطريق ده يعرفها في ايه، في طرفي في البلدين طرفي الطريق، لأن ده مش مسكون. يقول: فإن ظهر مالكها دفعها إليه، وإن لم يظهر فله أن يتملكها فيأكلها ويستمتع بها سواء كان فقيرا أو غنيا، ثم إذا ظهر مالكها دفع قيمتها إليه. يعني لو ظهر حتى بعد السنة وقد تملكها لكن تبين أن مالكها لم يفقد. أبواب المساجد، على باب المسجد يقول من فقد له مال من غير ما يقول العفاص وكاد، هو عارفه عشان لما الناس تيجي يسألوا عليه يقول لهم، لكن هو يقف على الباب ويقول من فقد له شيء، من ضاع منه نفقة، ها؟ لا، يعملوا على بره المسجد، ما يدخلش الإعلان جوه المسجد. الإعلان المكتوب يقوم مقام، في زماننا لكثرة من يقرأ ويكتب يقوم مقام الإعلان بالصوت. كل المبالغ تعرف لسه. قال: ثم إذا ظهر مالكها يدفع قيمتها إليه، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يروى ذلك عن عمر بن الخطاب وعائشة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه بعد ما عرفها سنة يتصدق بها، ولم يكن له أن ينتفع بها إذا كان غنيا، يروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء، وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وأصحاب الرأي. والأول ظاهر الحديث، لأنه قال: فاستنفقها، استنفقها، شأنك بها، يبقى أنت حر. لماذا نلزمه بالصدقة؟ يتملكها إن شاء. قال: وقد روي عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب قال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيت فقال: عرفها حولا، فعرفتها، ثم أتيت فقال: عرفها حولا، فعرفتها، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدة. الراوي بيقول له لما اللي بيروي عن سويد بن غفلة قال: لقيته أبي بن كعب، فقال له، فهو الراوي تشكك إنه قال له 3 أحوال يعرفها ولا لا. عامة الروايات على إيه؟ على العام الواحد. قال: فهذا يدل على أن الغني يستمتع باللقطة، فإن أبي بن كعب كان من مياسير الأنصار. وروي أن عليا وجد دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، ولو كانت اللقطة كالصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأنه كان ممن لا تحل له الصدقة. ما ذهب عامة الفقهاء أن تعريف اللقطة سنة واحدة كما جاء في خبر زيد بن خالد، والثلاث حديث أبي بن كعب شك لم يصل إليه أحد من العلم. قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف 3 أعوام إلا شيء جاء عن عمر، وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء، وحكى ابن المنذر عن عمر 4 أقوال يعرفها 3 أحوال عاما واحدا، 3 أشهر 3 أيام، ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها. زاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو 4 أشهر، وجزم ابن حزم وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط. قال: والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت، اللي هو سلمة ابن كهيل لما قال 3 أعوام، واستذكر واستمر على عام واحد، ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه. وحمل بعضهم حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها، وحديث زيد ابن خالد على ما لا بد منه أو الاحتياج الأعرابي واستغناء أبي. الصحيح أن 3 أعوام شك.
والذي يظهر أن حديث علي وجد دينارا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله محمول على اللقطة اليسيرة. يقول وظاهر الحديث يدل على أن قليل اللقطة وكثيرها وكثيرها سواء في وجوب تعريفها سنة، وإليه ذهب بعض أهل العلم، وذهب قوم إلى أن القليل لا يجب تعريفه، ثم منهم من قال ما دون عشرة دراهم قليل، وقال بعضهم إنما يعرف ما فوق الدينار، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رزق الله فاشتري به دقيقا ولحما، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أدي الدينار. أخرجه أبو داود في سنده مجهول، وأخرجه أيضا من طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقة فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحم وإسناده حسن كما قال الحافظ. وقد أعل البياقي روايات هذا الحديث لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف لأنها أصح، قال ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطراب. القول الحسن أنه يكون دون القليل، أنه يحمى على القليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، فدل ذلك على أنها اليسير نحو التمرة مما لا يطلب لا يلزم تعريفه. وفائدة حديث الدينار أنه يحدد لنا القلة والكثرة، ومنهم من يقول مرده إلى العرف، ولو قيل بهذا أن الدينار 4.25 جرام ذهب النهاردة يبقى فيه حوالي حوالي 600 جنيه. نعم كثير طبعا. قال الإمام وقد روي عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عرفه في مصنف عبد الرزاق ضعيف الإسناد. قال بعضهم إن كان دون دينار يعرف جمعة، وهو قول إسحاق، هو لقول بعض السلف ليس فيه حديث. وقال قوم ينتفع بالقليل التافه من غير تعريف كالنعل والسوط والجراب ونحوها ولا يتموله، يعني ما يبيعوش ياخده يستعمله، لما روي عن جابر قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. أخرجه أحمد في سنده المغيرة بن زياد، صدوق له أوهام. قال أبو داود ورواه النعمان ابن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شباب عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر موقوفا قال كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال واختلفوا في تأويل قوله اعرف عفاصها ووكاءها، وأنه لو جاء رجل وادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها هل يجب الدفع إليه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة، يعني ما يلزموش يقول له هات 2 شهود إن حاجة دي بتاعتك، بل مجرد المعلومات اللي بيقولها قرينة كافية على أنها تدفع إليه دون بينة. يقول وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء، وهو قول مالك وأحمد. وقد روى في حديث أبي بن كعب من طريق حماد عن سلمة بن كويل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. أخرجه مسلم. قال الشافعي إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيها ولا أجبره عليه إلا ببينه، يعني يقول لا أجبره أن يدفع إلا أن يأتي الرجل بشهود أن هذا فعلا هو كيسه وأن هذا المال ماله. يقول لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها وهو بيتكلم مع البعض، يقول له أحد يقول له طب شكلها إيه، واحد يسمع كلمة يقول له أنت لقيت حاجة، يقول له آه لقيت كذا كذا، بعض الناس مش منتبه إنه ما يتكلمش المفروض. يقول وبه قال أصحاب الرأي، قال وقوله فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها لفظ تفرد بروايه حماد من بين سائر الرواه.
صحيح أنه ثابت صحيح. يقول فعلى هذا تأويل قوله اعرف عفاصها ووكاءها لئلا يختلط بماله اختلاطا لا يمكنه التمييز إذا جاء مالكها، وليتميز عن تركته إذا مات فلا يقتسمها ورثته في جملة تركته. والدليل عليه ما رواه عن زيد بن خالد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. فقال رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها ما حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. اتفق على الصحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام. يا عم الله كان فيه أساس دلوقتي. رجل له دين، عند آخر فمات المدين، فما كان في الجنازة قال هو الآن يحبس عن الجنة بسبب الدين، سامحته لوجه الله تعالى، قال ذلك في نفسي فقط. بعد مرور الأيام جاءت زوجته لتعطيه دين زوجها المتوفى، هل يجوز له أن يأخذ خاصة إذا كان في حاجة إليه؟ قال بلسان وسامحته يبقى سقط عنه الدين. ها؟ وماله؟ هو قال بلسان وسامحته أسقطته في نفسه من غير تلفظ يبقى ما حصلش حاجة، يبقى ينفع يرجع. لكن هنا قلنا لما قال سامحته أسقط، سقط عنه إيه؟ خلاص برئت الذمة. أفطرت شهر رمضان كاملا بعد ولادتها مباشرة، عليها القضاء اتفاقا، ليس عليها كفارة لأنها إنما أفطرت للنفاس لم تفطر للرضاع. عندما كانت بنتا لم تقضي ما أفطرته في رمضان لعدة سنوات لعدم وعي، وأخيرا علمت أنها يجب عليها القضاء. كانت تصوم بعضها، ماذا تفعل؟ تصوم أياما توقن أنها قد قضت ما عليها، ما بعضها مش عارفاه، يبقى تحسب كم كانت تحيط لمدة كم سنة، عليها أن تقضي فورا. والاحتياط أن تتصدق مع كل يوم بإطعام مسكين لتأخيرها عن السنة، لأنه يجب أن تقضي ما عليها خلال السنة. ها؟ بترضي عليها الفدية إن شاءت، وإن شاءت تقضي. ما حكم من قال إنه يحل للمسلم أن يترك دينه وكلها أديان، ثم قال لا يحل لأي امرئ أن يترك دينه، هكذا الكلام قيل المفتي والذي قال، فما حكم إن كان قال ذلك؟ هو أنكر ذلك، ناقل عنه جريدة كافرة في واشنطن بوست، وهو أعلن أنه لا يقول ذلك. من قال ذلك فهو كافر. من يقول يحل للمسلم أن يترك دينه وكلها أديان خارج من الملة بلا نزاع، كافر خارج من ملة الإسلام. الذي يقول لا يعاقب في الدنيا ضال مضل، يقول هيعاقب في الآخرة ويخلد في النار في الآخرة ولكن في الدنيا لا يقتل، ضال مضل، وتكفيره محل اجتهاد بعد إقامة الحجة. لأن أبا بكر قتل المرتدين، هذه معلومة تشبه المعلومة من الدين بالضرورة لدى عامة الناس. فمسألة أن المرتد لا يقاتل ولا يقتل ولا يعاقب في الدنيا يستتاب ويقام عليه الحجة. ونخشى لشدة الجهل في زماننا وكثرة الكلام على هذه الضلالات نخشى أن نكفره. لكن الحقيقة أن من يقول يحل أن يترك ديله بيجوزها كمان يقول جائز، فهذا لا نزاع في كفره وخروجه من الملة. لكن عشان بس ما نبقاش نتهم الناس بال يعني بمجرد الإشاعات، أن هذا إنما ذكرته صحيفة أجنبية كافرة كاذبة، فهو أنكر.
قوله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر، هل من المسلمين من يقال له مجرم بخطاب القرآن؟ نعم، المجرم يطلق على الكافر وعلى الفاسق كذلك، بل لغة يمكن أن يطلق على ما فعله الإنسان مطلقا من خير أو شر. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، لكن الأغلب في استعمال القرآن أن المجرم هو الكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. هل يلتفت المؤذن في قول حي على الصلاة يمينا ويسارا أثناء النداء ويفعل ذلك في حي على الفلاح، أم يلتفت يمين في حي على الصلاة ويسارا في حي على الفلاح؟ الذي يظهر لي أنه يمينا وشمالا، مرة هنا ومرة هنا، ليس هناك نص صريح في كيفية الالتفات. الأحاديث وردت مطلقة فيما أعلم، فالذي يظهر أنه يقول مرة هنا حي على الصلاة، ومرة هنا حي على الصلاة، ومرة هنا حي على الفلاح، ومرة هنا حي على الفلاح. أثناء خطبة الجمعة جاء رجل فمد يده للسلام، فهل هذا مس للحصى؟ الله أعلم، لا أعلم. قل قولي هذا، استغفر الله.